وللمزيد حول الانتهاكات الصهيونية ضد المسجد الأقصى ومحاولات التهويد، معنا الخبير في شؤون القدس من القدس المحتلة عبر سكايب الدكتور جمال عمر. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله والمشاهدين الكرام، مرحبا بكم دوما. منذ أيام بل أسابيع نشاهد حركة غريبة في محيط المسجد الأقصى المبارك وفي باحاته المقدسة المباركة. الجديد أن آليات أخرى للحفر في باطن الأرض وفي ساحة البراق وتلة باب المغاربة كلها تعمل في الليل والنهار، يعني ماذا يفعل الاحتلال هناك؟ هو يفعل ما يحلو له، وهو يتصرف كالمالك، وكأن الأقصى ملك يمين، وكأن القدس ملك يمين، وكأن كل فلسطين ملك يمين. هو ينشر السلاح، سلاح الموت والقتل في فلسطين التاريخية، حيث يعني يستهدف الأبرياء والعلماء والفقهاء والقادة، وهو ذاته يمنع الترميم في المسجد إبراهيم الخليل، وهو ذات الاحتلال الذي الآن يعبث بساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل بالقدس. هو ذات الاحتلال الذي يعني يشد الحصار ويتغول في الحصار تحت الأرض فوق الأرض على المسجد الأقصى المبارك، وهذه وهو والأقصى هو في عين العاصفة، وهذه أخطر مرحلة وصل إليها الاحتلال. الاحتلال الذي يعبث بفلسطين من البحر إلى النهر الآن يتفرغ للأقصى على نحو استثنائي وغير مسبوق، وحتى تكون الحفريات ذات مغزى وتؤتي نتيجة فلا بد من منع الترميم، وهذا ما جرى تماما بالضبط. نعم. تماما في أعز مكان وأدق يعني تفاصيل الأقصى، وهي قبة صخرة المشرفة، الاحتلال اليوم الثالث على التوالي يمنع منعا باتا المرممين من لجنة الترميم الأقصى من أي عمل ومن أي إنجاز، حتى يكون للحفريات الإسرائيلية نتائج ملموسة، وهي كما قال الاحتلال سوف نفكك هذه القبة وسوف نفكك الأقصى وسوف ننقله لكم أينما شئتم، اطلبوا أي مكان ونحن ننقل لكم الأقصى من جبل الهيكل، هذا جبل الهيكل المقدس لليهود. نعم نعم. طيب دكتور، يعني موضوع وقف الإعمار أو عدم السماح باستكمال مشاريع الإعمار في الأقصى هذا موضوع خطير للغاية، ونحن نعرف أصلا أن هناك مضايقات كانت وممارسات ضد هذا الموضوع في فترات يعني مختلفة، لكن هذه المرة هو يفعل ذلك أيضا في الحرم الإبراهيمي وفي المسجد الأقصى، ما الدواعي لذلك؟ هو يعني رأى في الأربع سنوات التي حكم فيها دونالد ترامب سيء الذكر أنه قد أخذ أكسجين جديد ودفع معنوية منقطعة النظير، بحيث استطاع دونالد ترامب مثل ما فعل بلفور على ألف مرة، استطاع تذليل واستعباد الأنظمة العربية والإسلامية وأخذ منها مئات المليارات من الدولارات، وجاء بهم أذلاء صاغرين للتطبيع، فعندئذ يعني راق للاحتلال من أن الأمور قد استقرت له، فلا يوجد قضية فلسطينية، لا أونروا ولا لاجئين ولا حق عودة ولا إسلام ولا مسيحيين ولا أوقاف ولا أموات تحت الأرض ولا أحياء فوق الأرض، دعونا ننقض على القضية الفلسطينية وننهي وجودها نهائيا، خاصة وأنه مضى على الفلسطينيين يعني يمكن أربع دورات انتخابية أصلا ما عملوش فيها انتخابات ولا جددوا شيء على الإطلاق ولا جددوا منظمة التحرير على الإطلاق. نعم. فدعونا ننهي القضية الفلسطينية برمتها، ولهذا السبب الاحتلال ينقض الآن على 9 مكونات أساسية في القدس الشريف، والتسعة الآن في الحضيض، الوضع في منتهى الخطورة، والحصار وتضييق الحصار على رقبة الأقصى كحبل مشنقة تماما. ما أهم تلك المكونات دكتور لو سمحت؟ نحن نرى انهيارات تامة كاملة في القطاع السكاني، بحيث أن عجزا تراكميا من 45 ألف شقة للمقدسيين حسب الولادة الطبيعية منذ عام 2003 حتى اليوم لم يبنى منها أي شيء، خلاص توقف كل شيء، بالعكس هدم ذاتي وتدمير ذاتي، إذا القطاع الإسكان انهار، القطاع الديموغرافي تهجير المقدسيين، 165 ألف مقدسي يغادرون المدينة المقدسة إلى خارجها، في حين يستجلب إليها مئات ألوف المستوطنين في مشروع اسمه متروبوليتان جيروسالم، القدس الكبرى مع الأدومين مشروع أدومين إفراتا غوش عصيون،
كل هذه المستوطنات تنضاف إلى القدس، يصبح المقدسيون 10% فقط من سكان المدينة. إذن القطاع الديموغرافي، القطاع التعليمي، حدث ولا حرج، الصهاينة يعلمون أبنائهم بأن العرب في القدس صراصير لا قيمة لهم، في حين أن الفلسطينيين يعني محسودين على السلام الوطني الفلسطيني. ما شاء الله، قال هذا إرهاب. إرهاب أي إرهاب. وحدث ولا حرج عن 9 قطاعات أخرى وهي الصحة والتعليم، أما التجارة فلا بد أن نفرض لها حلقة خاصة. التجار أفلسوا، المحلات أغلقت، القدس القديمة أغلقت تماما والأقصى أغلق تماما، وشيخ رأس صلاح في السجن وأتباعه في السجن أو مبعدين والمرابطين مبعدين، وفتحوا لهم ملفات 2019. الله أكبر. حتى لم يفلتوا من ملفات ضربوا فيها في باب السلسلة، خاصة المرابطات يفتح لها ملفات مجددا. إذن نحن نخسر على جميع الجبهات. ما لا أدري ماذا ننتظر، جو بايدن وتسعة يهود من حوله الآن جدد، على نفس سياسة أوباما اللي دخل الأزهر، وعلى نفس سياسة هذا الصعلوك الهالك من أصحاب الفيل اللي اسمه دونالد ترامب. يعني نحن نتوسل هنا ونتوسل هناك ونستعبد هنا وهناك بكل مذلة وخسة وذلة وحسرة على هؤلاء المطبعين الأذان. طيب، هل ثمت بارقة أمل دكتور في ضوء ما تفضلت به؟ هل هناك بارقة أمل لو سمحت في دقيقة واحدة؟ نعم نعم نعم، الجميع محشورون، الجميع انكشف عنهم الغطاء، المطبعين والمستذلين والمتوسلين والمتسولين كلهم انكشف عنهم الغطاء. الشعب الفلسطيني الآن في جهوزية مطلقة وليس لديه ما يخسره، وسيقلب يعني الطاولة وسينقلب السحر على الساحر، وسيرون قريبا أنه لم ينفعهم لا وعد دونالد ترامب ولا وعد بلفور ولا وعد نتنياهو ولا أي وعد من هذه الوعود من هؤلاء الجبابرة. سوف يرون آيات لا تتنزل ووعد الله يتحقق. هذا هو الوعد المحتوم دكتور جمال والعلم عمر. المعلوم. نعم. الخبير في الشؤون المقدسية دكتور جمال عمر، كنت معنا عبر سكايب من المدينة المقدسة.